السلام عليكم، رجعنا لكم في نهاية هذا البث. أخي محمد وأخت صابرينا، يعطيكم ألف عافية. يعطيك ست العافية. ساعات متواصلة من البث، شيء بسيط لأجل القدس وغزة والضفة وفلسطين كاملة. بالتأكيد بالتأكيد دكتور. هذا أقل ما يمكننا عمله، ويا ريت بإمكاننا نعمل أكثر من هيك بكثير. يا ريت يا ريت. طبعا اليوم كان يوم حافل، انا بعتبر هذا اليوم يوم من ايام كنار تي في. بدي اشكر المشاهدين اللي استمروا معنا، المشاهدين اللي تابعوا، والمشاهدين اللي حرصوا على انهم يكونوا موجودين معنا خلال هذه التغطيه، خلال هذه اللقاءات المتعدده مع قاده في الفكر والعمل والميدان في نورث امريكا. احنا بنقول كنار تي في من الخصائص تبعها انها بتشتغل على امريكا الشماليه، بنحاول قدر الامكان انه نلم هذا الشتات، نوحد هذه الجهود، نحاول قدر الامكان نخلق رؤيه واحده موحده، نحاول قدر الامكان انه نوصل للصوت الحقيقي العربي في كل بيت عربي، وكل مساند للقضايا العادله واللي بتخلق هاي الروح الانسانيه بين الجميع. ويعني ان شاء الله نكون خلال هذا اليوم المفتوح بعنوان هنا القدس من كنار ومن كندا، ان شاء الله تكون القدس كالعاده توحد بيننا، وكالعاده توقظنا من سبات، وان شاء الله نكون يعني قمنا بشيء قليل قليل قليل، واحنا نعرف انه قليل قليل من الواجب اللي علينا اللي هو كبير جدا. طبعا حابب ارحب بالدكتور هشام اللي كان معنا كالجندي المجهول. كل التصاميم اللي انتم شايفينها من تصاميم الدكتور هشام. تفضل دكتور. ولا شيء، انا بس حبينا نقول لكم شكرا، يعطيكم العافيه. يعني ست ساعات ويوم رمضان وصايمين، ويعني ويعني شو بدي اقول، يعني الجهود اللي انعملت، يعني هو ده كل اللي شايفون الجمهور جهود بس خلال اخر يومين ثلاثه، بس كل هالتحضيرات يمكن ما بصدقوناش لما نحكي، بس لولا انه الفريق متميز جدا من الاخت صابرين ميسون والفريق كله اللي كان معانا. يعني شو بدي اقول، يعني جهود انت هشام، انت هشام ما شاء الله عنك، انت دينامو الحركه كلها كنت هشام. وانتوا يعني لا بس بلاش، وانتوا اللي قاعدين برضه بتقدموا هذا كله ما شاء الله، الله يعطيكم العافيه. يعني سوبر وومن انتوا في الموضوع الحقيقه. كنار عنده تيم رائع، ابتداء من دكتور جمال والاستاذ محمد وانت هشام وميسون والجميع، عائل ونسرين وكل اللي يعني اشترك بهذا العمل، فعلا عمل رائع بفترة قصيرة جدا. وياريت ياريت كان معنا مجال نعمل أكثر من هيك ونوصل صوت شعبنا للناس بشكل أقوى من هيك كمان. فإن شاء الله يعني رح يكون لنا دائما أعمال من هالنوع، وإحنا صوت القدس هنا في كندا، وصوت كل المظلومين وصوت كل المقهورين. إن شاء الله ما رح نتخلى عن رسالتنا شو ما كان. إن شاء الله. يعني هي أنا حابب أحكي إنه فلسطين هي يمكن هي إحنا بنحكي عنها لأنها قضيتنا، بس إحنا بنحكي باسم كل، زي ما قالت الأخت صابرين، باسم كل المستضعفين في الأرض، باسم كل، كانت من برامجنا اللي حكينا كذا مرة، حكينا حتى عن الظلم اللي واقع على السكان الاصليين في كندا، حكينا عن القضايا اللي بتصير، حتى جبنا قضيه الظلم اللي صار في لبنان اللي بيحصل. يعني دائما صوت كنار هي مش صوت العرب بس في كندا، صوت العرب من كندا لجميع اللي بيتكلم باسم كل عربي موجود في كندا او في امريكا الشماليه او في العالم العربي، لكن كلها بتتكلم لانه احنا من كندا بنتكلم كمنبر، بس احنا ان شاء الله والله يعيننا نكون صوت كل العرب ان شاء الله يا رب. احسنت احسنت. ميسون، اليوم انت قابلتي السياسيين الكنديين باللغه الانجليزيه، وهذا يعني هو جزء من التطورات اللي بتحدث في كنار حتى نبدا نحاور
الجمعيه الجماعات والمجتمعات المختلفه داخل كندا وان شاء الله بعد هيك داخل امريكا وكندا. وطبعا كانت طلتك بهيه جدا، بشكرك على هذه الطله، كنت مميزه وكنت قادره انك توصلي المعاني اللي بدنا اياها كلنا كالعاده مميزه كالعاده بلغه اهلها وبلغه الضيوف اللي معك. شو كان انطباعك وانت بتحكي معهم وانت بتحاوريهم؟ كيف شفتي اللقاء؟ أقول لك بصراحة محمد، يعني أنا كنت عم بحاول قد ما فيني أكون حيادية، والموضوع كتير صعب بالنسبة لي لأنه أنا متأثرة جدا، وبدي أقول لهم إنه شو عم تعملوا هناك، إنه هاو كم، إنه يعني كيف لحديت هلا الحكومة، وأنتوا الحكومة، يعني أنتوا جزء من الحكومة، ولم يكونوا هن مثلا من أحزاب الأغلبية. فحاولت إني أكون يعني نيوترو، إني أكون على الحياد، لكن بالنسبة لي الموضوع كنت كتير نيرفس لأنه ما بدي أكون زي ما قلت لك هجومية، فإنه الناس هاي يعني تعامل معها كبشر كبني آدمين، فإحنا كلياتنا أحاسيس، يعني كمان يعني شو ممكن إنسان طبيعي يرضى يسكت على الظلم مثلاً أو يشوف إنه حد عم بتعذب قدامه مهما كان اختلافه معه، مهما كان يعني عنده أحاسيسه الخاصة فيه، بس مش ممكن يقبل الظلم يعني على 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 حيوانات مثلاً، كيف ممكن يقبلها على بني آدمين؟ فبالنتيجة يعني هو كان حوار حاولت إنه يكون نوتو، بس بنفس الوقت يورجي المشاهدين في كنار إنه التواجد التضامن موجود في الأحزاب الحكومية، وممكن جدا عن طريق ممثلينا إنه إحنا نوصل لهم رسالة بسيطة جدا، مش لازم نكون نتقن اللغة إتقان تام، مش لازم نكون خريجين شهادات و الفكرة فكرة سهلة، أنا قادرة على أني أنتخب، أنا إلي صوت، أنا إلي ممثل، أنا لازم أقول لممثلي هذا إحنا من دولنا الأم جينا على هاي البلد لأنه إحنا بنطمح لحياة أفضل، لأنه إحنا بنطمح لحرية لعدالة لمساواة لكتير أشياء اللي هي مبنية عليها قيم هاي البلد، فكيف أنتوا كممثلين لهاي البلد حكومياً ساكتين على هذا الظلم اللي عم بيصير بمحل تاني بالعالم، وإحنا جزء من هذا المجتمع صرنا، يعني إحنا صوتنا، يعني أنتوا بتمثلونا، فإحنا مش لازم نسكت على هذا الشيء اللي عم بيصير. فالصراحة بدي أحييكي صبرينا على آخر لقاء، كان فعلا يعني بفتح الأفاق كتير كبير، وبتمنى أنه أكبر عدد من المشاهدين يشوفوا لحتى يفهموا أنه عنا قوة حقيقية، عنا قوة أنه إحنا قادرين أنه نعمل تغيير ولو على مستوى فرد من الأفراد، أنه إحنا نساعد وندعم أهلنا هناك، لأنه زي ما قالوا كتير، وقالوا فلسطينية الداخل قالوا إنه هني ما بدهم الدعم المادي بالضرورة. عم بحكي معك يزن دكتور جمال، عم بقول لك بدنا بس تدعمونا معنويا، ادعمونا تمثيليا سياسيا بأي شيء، بدنا صوت إنه نحس إنه إحنا مش لحالنا، إنه في ناس ورانا عم تقولنا روحوا إحنا وراكم، إحنا مش قادرين بس إحنا حنحاول نساندكم بأي طريقة. فمعليش أنا استرسلت شوي بالحديث، لكن أنا حبيت كثير مشاركة السيدة دابي هابرد من Canadians for Justice in Middle East for Canadians Justice and Peace in the Middle East، لأنه الجماعة هم بيشتغلوا شغل كثير حلو وشغلهم سيستميك يعني منظم، ويعني ناس كثير حلوين ومن جنسيات عربية وغيرها مخلطين يعني، فشخصيات من هاي الشخصيات لازم إحنا نكون قدوة إنه هن مش عرب وعم يشتغلوا للقضايا العربية أو للقضايانا إحنا، فكيف احنا؟ فبحس انه علينا احنا عبء اكبر انه احنا نكون ادهى المسؤولية. فبتمنى اكون انجوبت على سؤالك صراحة، بس انا ممكن احكي. لا جواب في غاية الاهمية اللي بدي احكي انا، بس اليوم الفقرات كانت مختلفة ومتنوعة، حاولنا نغطي فيها مجالات مختلفة مهمة من داخل فلسطين ومن داخل كندا وعلى المستوى الدولي، ومن خلال الدعم المختلف وأنواعه المختلفة. هذه الفقرات وخاصة يعني في ناس طالبوا بالفقرة اللي كانت باللغة الإنجليزية مع السياسيين الكنديين، طالبوا إنه يتم يعني طرحها وحدها أو نشرها وحدها حتى يتم مشاركتها على أوسع نطاق. فأنا بدي أحكي لهم إنه كل الفقرات حتتقسم
وحيكون في لها يعني في لها بث وحدها حتى يعني نستطيع انه نوصل فيها للتارجتد اودينسز تبعونها اللي هم مهتمين فيها واللي محتاجينها ومحتاجين النقاش تبعها. فحيكون هناك تقسيم ان شاء الله خلال اليوم بكره يومين القادمات لكل الفقرات بشكل مستقل ان شاء الله. يعطيكم العافيه يا جماعه والله عن جد يعني عن جد شغل رائع جدا. تفضل دكتور هشام. لا بس حابب احكي شغله تعليقا على اللي قالته الاخت ميسون انه اعتقد انه احنا يمكن بالذات الناس اللي برا اللي برا فلسطين او اللي برا العالم العربي اعتقد انه احنا دورنا يعني زي ما بقولوا سلاحنا الكلمه والكلمه هي سلاح فعلا يعني الاعلام سلاح الكلمه سلاح. واعتقد انه يمكن مع احترامي لكل اللي صار طبعا اليوم كل اللي صار شيء تقدير بس يمكن من اهم الفقرات اللي هي الكلام مع السياسيين ال 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 الكنديين لانه هذا اللي ممكن بيستنوه منا الناس اللي هناك انه نوصل صوتهم للسياسيين اللي هون ونعرفهم. انا يعني انا الناس اللي بستغرب الدعم الشديد لكندا ولغيرها ل لاسرائيل على اساس انها دوله انا من الناس اللي على فكره رحت يعني كل سنه نزور القدس وكنا واحنا صغار نروح هناك معنا تصريح وكنا نزور وبستغرب كيف بدعموها وبقولوا انها دوله. هي فعليا اسرائيل من اكثر الدول اللي فيها تمييز عنصري مش بس يعني خلينا احكي شغله مش بس بين الاسرائيليين والفلسطينيين. اسرائيل بتميز حتى اليهود اللي فيها حسب جنسياتهم. اليهود انا شفت ناس اليهود العرب يعاملوا معامله اقل من اليهود الاوروبي اليهود الفلاشه. انا بتذكر حادثه يعني لما على مستوى اليهود الاسود السود من غير الفلاشه اي يهودي اسود كان يجي. هذه بالثمانينيات انتشرت فضيحه في اسرائيل والموثقة على الانترنت اللي بيحب يتأكد موجودة. كان البنك الدم في إسرائيل لما يجي يتبرعوا ياخد تبرعهم بس بعدين يرموا الدم اللي ماخدينه منهم وهم ياخدوا الدم اللي من فلسطينية أو من عرب إسرائيل زي ما بسموهم اللي هم اللي في 48 وغيره بس يرموا الناس. يعني واضح جدا التمييز العنصري في هالدولة هاي واضح جدا للعيان. وما بعرف كيف الناس دول زي هاي بتدعمها على أساس أنها دولة ديمقراطية أو دولة بتعني حقوق الإنسان. وهي حتى شعبها اللي بتقول إنه شعبها واللي هم يعني تحت جنسيتها الأولانية مش من العرب مش من الفلسطينية بيعانوا من. وعندي كتير قصص يمكن في ممكن تنحكى في أماكن تانية اليوم ما فيش مجال بس عندي كتير قصص من ناس وشهادات من ناس بتقول عن هذا التمييز. و المفروض انه احنا نفتح عيون السياسيين الكنديين انه على اللي بيصير فعليا هناك مش بس على اللي بيصير. يعني انا بتوقع انه هذا اهم شيء بنقدر نعمله نحن هون لحتى ندعم. لانه زي ما قلت كمان وراح اقولها تاني الاعلام سلاح الكلمه سلاح قول الحق سلاح توصيل رساله الناس المظلوم لهم سلاح. طبعا انا معك. في هناك وفد سياسي كندي من البرلمانيين الكنديين نزلوا على الضفه قبل سنتين وكان وفد من عده احزاب سياسيه ومن الاربع احزاب الكبرى. لما وصلوا مدينه الخليل وكانوا بدهم يدخلوا الحرم الابراهيمي الجندي اللي موجود غاد منعهم من دخول الحرم وهم معهم جوازات ومعهم وثائق من وزارة الخارجية ومن السفارة ومعهم ناس مرافقين وحرس عارفين من هم. رفض انه يدخلهم. فلما قابلت احد البرلمانيين هون كان يعني مستاء من هذا الموضوع وقال كيف كانت المعاملة السيئة. لما يجوا حكوا له انه احنا معنا موافقة امنية من وزارة الخارجية وارجوا اياها قال لهم I'm the king here. انا اللي بحكم على المدخل هذا وبدخل اللي بدي اياه وما بدخل اللي بدي اياه وانتم مش راح تدخلوا. وفعلا قعدوا حوالي ساعتين على باب الحرم الابراهيمي وما دخلهم. كان في اتصالات مع السفارة وحاول ولكن للأسف ما دخلهم. وهدول البرلمانيين اللي شعروه. ف
القصص اللي حكونا إياها لما رجعوا صراحة قصص مؤلمة، شافوا كيف في طفل تم إلقاء القبض عليه وهو خارج من المدرسة، طفل خارج من المدرسة إجا الجنود الصهاينة وألقوا القبض عليه أمام أعين البرلمانيين الكنديين، فهم رأوا هذا بأم عينهم بدون ما حدا يبلغهم ولا يحكيهم ولا هو مسلسل ورجوهم إياه، لا هم رأوا بأم عينهم. هي المشكلة مش فيهم، المشكلة فينا، فينا إحنا لأنه مش عارفين نوصل رسالتنا بالشكل الصحيح للغرب ونفهمهم باللغة اللي بيفهموها. والمشكلة الثانية إنه ما فيش ظهر يدعمنا بهذا الموضوع، يعني حتى لو حبينا نوصل رسالتنا من الداخل. لو كان كلامك صح، لو كان كلامك صحيح خلينا أكمل، خلينا أكمل. في مشكلة فيهم بس خلينا أكمل. لا خلينا أكمل. ما فيش ظهر يسندنا مثلا انه الاعلام كله معاهم، كله مسيطر من قبلهم، فلو حبينا نوصل رسالتنا سنسرد على طول، ما في مجال يعني توصل للشخص الكندي او للشخص الامريكي بدون تحريف او تضليل من نوع او اخر. هم بيعرفوا كيف يتباكوا، بيعرفوا كيف يمثلوا، بيعرفوا كيف الغرب بيفكر وبيعملوا الصورة اللي بحب يشوفها الغرب، فهاي هي مشكلتنا. أنا I partially agree بس partially disagree بنفس الوقت أكيد، يعني أنا أعتقد إنه نحن كشعوب بصفة عامة، يعني لا أعتقد إنه في حدا أشطر من حدا بالضرورة، في حدا أوعى من حدا، فإحنا تنقصنا التوعية، والوعي هذا شغال وعم يعني طول ما القضية هاي بوصلة عنا إحنا، ما في شيء بمنعنا أو بيميزهم عنا لحتى يكون إحنا ما عنا نفس الكاباسيتي أو نفس القدرات، إنما هو مسألة وعي وتنظيم ووقت وكل شيء ممكن. لكن أنا أقول إنه هن ما عندهم مشكلة، لا هن عندهم مشكلة ومشكلة كبيرة كتير، هن عقلية استيطانية، هن دولة محتلة، هن ناس خضعوا لأقصى أنواع العذاب في مرحلة ما من تاريخهم، ثم إجوا وطبقوها على شعب تاني ولا يزالوا يتباكوا على ماضيهم، على الحوادث اللي صارتهم في ماضيهم، بينما بيسمحوا لنفسهم إنه يرتكبوا نفس الجرائم في حق شعب آخر. أنا أعتقد أنه عندهم حتى مش بس مشكلة واحدة، أعتقد أنه عندهم مشاكل كتير، والكيان هذا لازم يزول لأنه كيان غاشم ولأنه كيان ظالم ولأنه مغتصب، والدور والباقي علينا إحنا. أكيد طبعاً مش بيرفكت وأكيد طبعاً عندنا مشاكل كتير، لكن مش بهالقمة الضخامة أنه ما بنقدر نحلها somehow. وبالنتيجة يعني سياسة فرق تسد هي اللي بخليتنا إحنا ضعفاء ووصلين هاي المرحلة. فأنا ضد التفكير على الطريقة السلبية، أنا أعتقد إنه ممكن لما يصير في اتحاد يصير في قوة، وهذا مش معناته إنه إحنا غير قادرين، بالعكس يمكن إحنا كنا وقعنا تحت تأثير هذا الإعلام لفترة طويلة كثير من الزمن، صار يأثر علينا وعلى عقلياتنا لأنه إحنا يمكن ضعفاء، إحنا يمكن ما بنقدر، هن أشطر، هن كذا. It's not true، هي عملية constant brainwashing، وإحنا جزء من هذا من هذا الويل يعني، فإحنا ممكن نكون يعني نوعا ما مستقلين أو مستضعفين حالنا، لكن هذا الشيء مش حقيقي. ميسون أنا ما حكيت إنه إحنا أضعف، أنا بحكي إنه ما عندنا نفس الدعم ونفس الوسائل اللي تمكننا من إيصال رسالتنا زيهم. يعني هلا أنت لو حبيت تكتبي أي رسالة لأي صحيفة كندية وتحكي لهم عن قضية بتخص الفلسطينية ينشروا لك إياها، لو ما نشروها I just want to tell you but today's day and age زي ما كان دكتور صابر عم بيقول إحنا في عصر السوشيال ميديا، لو ما نشروا لي إياها أنا رح أنشر إنه هن ما نشروا لي إياها، ولو حرفوا لي إياها أنا رح أنشر إنه هن حرفوا لي إياها، ورح أعمل منها public opinion. يعني كل شيء ممكن، هلأ صار في منابر حرة للناس إنها تحكي، مش لازم اسمحوا لي ادخل بالنص هيك، احاول اكون يعني اعمل بريدجينج. الكلام اللي بتحكوه الاثنين صحيح، واتوقع انه ما حدا منكم بيقصد السلبيه وانما الاثنين بيقصدوا الايجابيه، يعني حدا بيقصد التحفيز من منطلق عدم
الركون وحتى يصير في دعم حتى يكون احنا الدعم الاقوى. واحد بيحكي من منطلق التحفيز انه الدنيا مش يعني سوداء تماما وانما هناك امور كثير فيها تفاؤل. اي واحد بس عشان اعرف اي واحد. انا كل واحد عارف ايش الزاويه دخل منها. بس انا اللي بدي احكيه انه احنا كلنا متفقين انه بدون عمل ولا شيء حيمشي. بدون عمل وبدون حركه وبدون تحرك ولا شيء حيمشي. التوعيه محتاجه لحد يوعي. الدعم محتاج لحد يتحرك بالدعم. ولذلك اللي احنا بنحكيه انه في قضيه عادله، وعادله هي اعدل قضيه يا جماعه، هذه اعدل قضيه في الكون الان. وزي ما حكوا قبل قليل الدكاتره اللي كانوا موجودين مع صابرينا، لما حكوا انه الان ما في احتلال حقيقي موجود بهذا الجرم وهذا الشكل مثل هذا الاحتلال الان. لذلك وخليني احكي شيء، انه اليوم انا استمعت مع الجمعيات العربية والفلسطينية أو ممثلين عنهم أو ناس اشتغلوا فيهم بشكل كويس. حقيقة في ناس بيشتغلوا على الأرض، لما بنسمع منهم شو بيشتغلوا وشو بيعملوا بنتفاجأ، إحنا ما بنعرف عنهم هذا الكلام. بجوز يكون في تقصير في إنهم هم بيسمعوناش، لكن كمان في تقصير من الـ 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 الأوساط الإعلامية اللي موجودة إنها ما بتسلط الضوء على أعمال اللي موجودين. بجوز يكون العمل اللي بيعملوه قليل في حجم، زي ما حكت زاهية المصري لما حكت احنا بنعمل صحيح وبنعمل وشايفين في انجاز، لكن المطلوب اكبر بكثير. وخرجنا بنتيجه انه الكفاءات اللي موجوده كفاءات هائله جدا، في سواء بين العرب او حتى بين الفلسطينيين بشكل خاص، وهدول محتاجين الاستثمار. خرجنا بنتيجه انه يتم استثمارهم، بالعكس في ناس اقترحوا اقتراحات حتى يتم هذا الامر. اليوم السياسيين اللي الدكاترة اللي بتكلموا على المستوى الدولي حكوا عن تغير في البوصلة الأمريكية. ما صار التغير 180 درجة، لو صار التغير درجتين أو ثلاث درجات بس صار في تغير، ربما التغير بطيء بطء السلحفاة، لكن في ناس عمالها بتشتغل وبتتعب يا جماعة حتى عملت الدرجتين والثلاث درجات هاي. اللي بيشتغلوا هدول، اللي بيشتغلوا العشرة أو العشرين أو الخمسين أو المية، اللي بيشتغلوا هدول عمالهم بيشتغلوا عن ألوف بل ملايين من اللي كان لازم يشتغلوا معهم. لذلك احنا بنقول انه صح احنا بنقدم رسالة إعلامية في كنار، صح احنا أخذنا على عاتقنا انه نقدم هذه الرسالة ونتبناها، رسالة مش بس رسالة فلسطين، قدمنا قبل هيك رسالة لبنان، وقدمنا الآن عمالنا بنقدم كل الإنسانيات، قدمنا اليمن وقدمنا سوريا وقدمنا قبلها حتى السود لما صارت المشكلة في فلويد، مشكلة فلويد في أمريكا، تكلمنا عنها زي ما تكلمنا عن السكان الأصليين وتكلمنا عن قضايا كثير. هذه الرسالة اللي بدنا نحكي فيها للعالم، إنه التحرك من أجل الإنسانية هو ميزان واحد مش مليون ميزان، وإحنا أولكم اللي حنبدأ بهذا الأمر، وأولكم اللي حنتبنى الميزان الموحد وما نكيل بمليون مكيال ونكون مطففين. اللي رب العالمين حكى عن هذا الأمر وشناعته من قبل 1400 سنة لما قال ويل للمطففين. والمطففين مش بس بالتجارة، وإنما المطففين في كل شؤون الدنيا، شو كل معايير الحياة، معايير الإنسانية. هذا المطففين لازم يرفعوها شعار، وإحنا نرفعها شعار إنه إحنا ما في عندنا تطفيف في كل الأمور، ما عندنا تطفيف. ولولا إنه شايفين إنه في حق حقيقي موجود لجانب أهلنا في القدس كان ما وقفنا معهم، كان استحينا وخجلنا، واستحينا منهم واستحينا من أنفسنا، لكن لأنه شايفين كم هي قضيتهم عادلة، إحنا بنرفع روسنا وبنقف وبنتكلم ونطلب من الآخرين أنهم يستمعوا. إحنا اليوم بنحكي ضمن هذا الميدان، وبجوز بنحكي على الشاشات، لكن أنا متأكد أنه في كثير من اللي استضفناهم اليوم عماله بفكر بكرة بس يلتقي فيه ميسون ولا صابرينا شو حيحكي لهم لما بيسألوه انت صار لك شهر شهرين ثلاث سنة شو عملت من الوعد اللي انت وعدته. احنا رسالتنا مستمرة، ولازم الكل يعرف انه بين الفترة والثانية حنتصل فيه نحكي له انت شو عملت، اطلع تعال طلع لازم نحكي دعينا فلان
عشان نتابع معه شو عمل كيف اطلع. بقطع عند محمد ولا عندي بس؟ انا بقطع عند محمد. فكرت طيب. انا من عندي محمد شكله عندك البث. انا بدي الخص الكلام اللي حكيتوه سريعا في بعض بس احكي اذا سمحت اخر نقطه طبعا. لانه تعليقا على اللي انت برضه قلته انه منعوا سياسيين كنديين، على فكره مش اول مره هاي بتصير، وفعليا في سياسيين امريكان حتى اللي هي امريكا بكل قوتها ودعمها لإسرائيل، في امريكان سياسيين وصحفيين كذا منعوا من دخول. انا بس احكي قصه صغيره اللي هي صحفيه اسمها ابي مارتن. ابي مارتن من الناس اللي اكثر ناس داعمين للقضيه الفلسطينيه، عندها كانت بتعمل برنامج اسمه The Empire Files، موجود كله على الانترنت اللي بحب يشوفه، تحكي فيه عن كذا قضية، من ضمنها 4 أو 5 حلقات حكت عن صورت جوات فلسطين وعملت دوكيومنتري عن غزة. أنا حتى عرضت إنه نجيبها جيبوها أو منظمات عربية أو فلسطينية، وللأسف يعني مش حكي. ففي لازم نعترف برضه إنه في تقصير من المنظمات العربية، لأنه هدول الناس اللي عم بيحكوا عن قضيتنا وهم مش منا، إحنا لازم نكون برضه ندعمهم. يعني يمكن ولا حدا من الموجودين سامع عن أبي مارتن أو عن هذا اللي البرنامج اللي بتعمله، يمكن وهي من الناس اللي بتعمل كتير لأجل القضية الفلسطينية من زمان، مش من هلأ. ففي لازم نعترف عشان نكون برضو واقعيين ونتصرف في هذا، لازم نعترف إنه في عنا تقصير، لازم نشتغل أكثر، لازم نعرف إنه ما عندناش تنسيق. هذا الإشي اللي بنقصنا عن الطرف الآخر اللي هم عندهم تنسيق عالي جداً، لازم نعترف فيه برضه فيما يتعلق في صورتهم الإعلامية. تخطيط للمستقبل كمان عنده. بس أنا خلينا نحكي هلأ كأشخاص في المستوى هذا، خلينا نحكي على الإعلام تحديداً. هم عندهم تنسيق يعني غير مسبوق، لازم نعطيهم هذا الكريدت في هذا الموضوع، نحن لسه مش موجود عندنا، نحن لازم نمشي فيه. يعني اليوم اللي نعمل زي ما قلتوا، إحنا جبنا ناس من كل الأشكال، حتى من الأجانب ومن السياسيين ومن غيره، هذه يمكن أول خطوة نحو، وندعي كل يمكن أنا يعني ما بحكيش، بس أنا بتهيأ لي إنه كنار دائما بابها مفتوح لبقية الإعلاميين في كندا وفي غيرها، إنهم ييجوا يتكلموا معانا ونحط إيدنا بإيدهم وننسق لرفع صوتنا أكثر ورفع صوتنا أحسن، مش بس في قضية فلسطين، في أي قضية إنسانية إحنا بنحكي عنها. هذا الشيء اللي بنقصنا، ولازم نعترف انه الجهود اللي في جهود بتنعمل، بس بنقصنا التنسيق، بنقصنا التنظيم، وكل ما وصلنا صوتنا، كل ما شافونا السياسيين بنطلبهم يجوا، بيعرفوا انه في مساءله، بيعرفوا انه في هدول الناس صوتهم صار عالي، صوتهم صار مسموع، ويعني حيصيروا يقولوا اوكي، حتى لو ما بحبوناش او بحبونا، او السياسيين ما عندهم مش حب وكراهيه، السياسي بيقول لك مصلحتي السياسيه، مصلحتي في اني اضل في هذا المجال، انه هدول الناس اللي صوتهم عالي، حتى لو اقليات، ما احنا شايفين العنصريين المتطرفين البيض وغيرهم صوتهم عالي كتير، صار وصلوا لانهم يحطوا ناس في مراكز سياسيه، مش هنحكي بدون ذكر اسماء، ليش ما يكون عندنا نفس الصوت؟ الشغله هاي بدها تنظيم، بدها تنسيق، بدنا كل الناس اللي ننسى المشاكل الشخصية اللي بيننا، هذا ما لهش علاقة، أنا بحبك ولا بكرهك، هذا له علاقة في قضية أكبر مني ومنك ومننا كلنا كأشخاص، خلينا كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض، لأنه في زي ما قال محمد وزي ما قال الدكتور جمال، عندنا قدرات كتيرة، مش مشكلتنا مش في القدرات، مشكلتنا في تنسيق هالقدرات. لذلك أنا بأيد كلام الأختين يعني صابرين وميسون، بس بقول لازم نعترف بالأخطاء اللي عندنا ونقيم القدرات ونشتغل على هذا المجال. فأنا بس حبيت أقول هذا الشيء لآخر نقطة يعني. شكرا شكرا شكرا. طبعا أنا سريعا بس بدي ألخص اللي حكوه، إنه في عنا للأسف فرقة في المجتمع، قد تكون لأسباب أيديولوجية سياسية اجتماعية دينية نفسية whatever، في تفرق يجب أن نتجمع، وكم تعلمنا من أن العصية مجتمعة لا يمكن كسرها. الإعلام يجب أن نغوص في الإعلام ونستطيع أن ندخل في الإعلام، سواء الإعلام العربي أو الغير عربي، نحاول أن نوصل رسالتنا. أيضا التفاعل مع قضايا الآخرين، هاي نقطة تكلمتم عنها منها الدكتور هشام، تفاعل مع قضايا السود، مع قضايا الإنديجينس، مع قضايا
العادلة في جميع أنحاء العالم، حقوق الإنسان لا تقف عند شخص ولا لآخر، طريقة تمثيلنا لأنفسنا، كيف نمثل أنفسنا نحن في المجتمعات خاصة المجتمعات الغربية. أنت كشخص سفير لمجتمعك ودينك وبلدك، تسليط الضوء على الأعمال والمحاسبة كما قال الأستاذ محمد، يجب أن نسلط الضوء على أعمال المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بأعمال مهمة في المجتمع. وأنهى الدكتور هشام التنسيق بين المؤسسات والقدرات في مجتمعاتنا. إن شاء الله أكون قدرت ألخصت بنقاط معددة، يعني هذه أهم النقاط اللي ذكروها زملائي. نقطة مهمة بدي أشكر الجميع، اليوم كان عندنا بث تقريبا وصل إلى 7 ساعات. يا جماعة البث هذا بدأ التحضير له قبل 2 يوم تقريبا. جميع الضيوف بلا استثناء كلهم اللي تواصلنا معهم تقريبا معظمهم وافق، إلا بعض السياسيين اللي لم يجبنا، لكن كل اللي وافقوا حضروا في الوقت، التزموا التزام شديد بالوقت، وهذا شيء يرفع لهم بالقبعة زي ما بيحكوا. توقعت أنا صراحة أن يكون في مشاكل في الوقت، لأنه عادة لما بيكون عندك عدة برامج دائما بيصير في ديلي، لم يكن عندنا ديلي يزيد عن 4 دقائق، أنا كنت في الكنترول لم يزد 4 دقائق، كان أكثر ديلي موجود. فيعني نرفع القبعة لزملائنا اللي داروا الحوار بشكل ممتاز، ولضيوفنا اللي التزموا بالوقت والتزموا بالحضور ووافقوا على وجودهم معنا، فنشكرهم أيضا كل الشكر من قلبنا من 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 الفريق كامل، ونقول لهم بارك الله فيكم، فلسطين وأهلها إن شاء الله لن ينسوكم أبدا. شكرا جزيلا. شكرا لكم يا جماعة، يعني بقي بس 10 دقائق ويصير العيد، يعني خليكوا على الهواء لا يصير أوردي نقول لكم لايف خلص رمضان كل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب العيد القادم إحنا نكون بالأقصى محرر وأبي بإذن الله. فنتمنى إنه تكون هاي يعني الأحداث بداية تحسن للأفضل. أدري عليك يا بيس، أنا عيدت بعد الفطور على طول، أنا على أول كاسة مي من الفطور عيدت. أنا بدي أحط فيديو حلو هيك إن شاء الله يعجبكم، أقام بفريق كنار، وإن شاء الله هنحط لكم إياه غدا، استمتعوا فيه. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك ينعاد عليكم بالصحة والسلام ان شاء الله. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة ولهنا وطول عمر ان شاء الله، تعيدوا وتعودوا انتم وحدكم كيف ما تمنيتوا. عواش البركة، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم عائلاتكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله، معكم نيدا ليت من تونس، شاركت في برنامج مغاربيات على قناة كنار تي في. فكرة البرنامج ياسر مزيانة وحلوة، لأنه كانت التعريف بالعادات الرمضانية في بلدان المغرب العربي، مثلت بلادي تونس، علما أن تونس غنية عن التعريف. نحب نقول كلمة صغيرة لقناة ولكل العاملين فيها، لكم منا كل الدعم، وشكرا برشا برشا.
السلام عليكم. السلام الناس الكل، عسلامة متابعي قناة كناخ تي في. حبيت نعمل فيديو هذا ونشكر القناة على حسن الاستضافة في البرنامج المتميز اللي عملوه هنا رمضان السنة واللي رجعونا به الأجواء رمضان الاحتفالية في بلداننا. نتمنى كل النجاح للقناة ونتمنى لكم الناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمة. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. عام وانتم بألف خير. إن شاء الله تكون أيامكم كلها بخير وسعادة. إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة والسعادة واليمن. طبعاً أنا I got disconnected، ما بعرف إذا حكيتوا إشي من وراي. فصل عندي. بالفيديو. لا أنا الصراحة كنت بدي أسجل وبعدين ما قدرت، فهلأ يعني فكرت إنه ما استمر لأني ما شفت باقي الفيديوهات انبعثت من غير من باقي الأفراد. في كتير ناس ما قصين أكيد طبعاً من كمان. أكيد. فبعتذر. أنت ما بتأكل حلو عشان هيك ما قدرت تسوي حلو برمضان. والله دكتور جماعة مش عم باكل إلا الحلو، خليها ربك هلا. مش لا هي هو كان عامل وقت صراحة وضغط، بس أكثر من هيك لكني بعتذر وبتمنى إنه يعني يلا مناسبة إنه إحنا هلا ما كنا عم أقولكم كل عام وأنتم بخير يا رب وإن شاء الله. أنتوا عرضتوا الفيديو already؟ لأني ما شفته. هلا حطوه، أنت رحتي هلا حطوه. ما هو فصل عندي for some reason. أنت مش عارفة ليش تفصل، حكينا عليك بظهرك. حكينا أيوة. عليك ظهرك طول الوقت وانت هذا ما بتبطلوا هالعادي انت. لا ما تشوفش، قلنا نمبر 1 في القناه صابرينا، فكل هذا بعرف مين اللي كيكت مي اوت. انا عارفه مين هو عارف. خلاص بلاش فضايحنا، شو الغسيل قدام العالم. الدنيا عيد اللي في بالك. الدنيا عيد، بلاش نشر غسيل هلا. يلا مسامح معلش. هو اللي في بالك. اي حدا عامل anything special على العيد ولا working day tomorrow؟ نو والله هيك طالعين بس مع اصحابنا عاملين اوردر وقاعدين في بارك، ذاتس ات. لانه ممنوع نتجمع في البيوت فطالعين برا. احنا ممنوع نتجمع في البيوت برا في مسيس بلاك. يا هوت اريا انتو. واحنا كمان بس على مسافه بالحديقه، يعني ممكن بالبارك انه يكون في، بس انا عندي شغل بكره. سو انا ام وركينج هاف داي، وبعدين بعد الظهر ان شاء الله راح اعمل نشاط لاني الاولاد حاط لهم المدرسه عشان يحسوا انه في عيد على الاقل. طبعا هو عشان ابنائنا. يس بالضبط. في نهاية هذا اللقاء نشكر جميع من كان معنا، نشكر جميع ضيوفنا، نشكر من ساعد في التحضير لهذه الحلقة اللي امتدت على قرابة 7 ساعات، نشكر المقدمين الرائعين اللي كانوا معنا، نسرين، صابرينا، ميسون، محمد، وطبعا أنا كنت معكم، أنا كنت أقصر شيء، ولكن شكرا لكم جميعا، شكرا لما قمتم به. وبنرجع بنحكي إنه ولا بد لليل أن ينجلي، ونعيدك يا قدس أنك ستبقي هنا، لك منا سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اصبحون على خير. السلام عليكم.